توزيع تقدم. جالي واحد ظابط تاني كان عايز برضه يشوف ايميلات ممدوح، اسمه خالد، هو زميل حضرتك في الامن الوطني. انا مش هقول لك انسى اللي حصل لان انا مش هنساه. اللي هو صادق
ان رحيم على علاقه بالعيال دي. بس يا فندم الاستنتاج ده يخض قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ البوليس كبس على المطبعه وانت الوحيد، انت الوحيد احمد اللي عارف ان انا في المطبعه. انا مش عارف اعيش وانت معايا. وانا مش عايش معاك غصب عنك. يلا نتجوز. ابعت لك رقم حساب في بنك عندكم في انجلترا، كنت عايز اعرف صاحبه مين. حسن رشوان؟ انت متاكد؟ أمر يا فندم. رحيم السيوفي، عندي ميعاد مع مالي وزير. لحظة بالله. معالي الوزير. ايه؟ رحيم بيه السيوفي وصل يا باشا. خليه يخش. اهو مين معاليك سعادتك. خير يا سيد. البوليس طبع المطبعة وأنا هربت. أنت جاي على هنا؟ أنت اتجننت؟ ما تخافش يا حلمي. ما حدش شافني. أنا بس اللي مقلع يعني أروح البيت. تقوم جاي لي هنا بقى وجيب لي مصيبة. أنت بتفكر إزاي يا سيد؟ يا عم أنا جاي أعمل معاك الصح وأقول لك إن عماد بقى أنا ممكن يبيعك في أي لحظة. باعك إزاي؟ الغلطي بلغ عني. هل أطبع يا سيد وأنا طبعت. وأنا أكلت الطعم زي لهب على حلمي. وأنت عرفت إزاي إنه عماد؟ هو عماد. الوحيد اللي عارف إن أنا هناك هو عماد. لا ولا كده إيه؟ كلمني في التليفون عشان يثبتني، عشان البوليس يطب علينا. اللي قلقنا يا حلمي ان الراجل صاحب المطبعة اتقبض عليه مش بعيد يجيب سيرتي. وعماد يعمل معاك كده ليه؟ خايف من المعلومات اللي عندي تطلع بره. هي ايه المعلومات اللي عندك؟ قوم يا حلمي هات لي شوية مية وانا هقريك على كل حاجة. معالي الوزير بيقول لك اتفضل. مساء الخير يا معالي الوزير. تعالى يا رحيم بيه، وشك ولا القمر. ربنا ما يقطع لمعاليك عادة، برضه سبتني ملطوع بره زي زمان. طبعا زهقت بسرعه عشان هنا مفيش سكرتيره. طول عمر معاليك وانت فاهمني زياده عن اللزوم. ايه كنت عايز في ايه يا رحيم؟ ايه ده؟ واحنا ينفع نتكلم هنا؟ ايه مكسوف من باكينام ولا ايه؟ لعلمك باكينام دي بتحضر معايا اهم الاجتماعات، لما ما تلاقيهاش معايا تعرف ان انا قاعد مع ناس سكه. الله يرحمه ابويا اشتراها من بلدها على الزيرو. واضح قوي انها غاليه عند معاليك، والا ما كنتش وقفت تصلحها بنفسك. انت عارف يا رحيم لما اتحجز على حساباتي واموالي في البنوك قعدت 4 سنين كنت حموت من الجوع. لنا شوية الأنتيكات والتحف اللي كنت بشتريهم ومراتي كانت بتتخانق معايا عشان لولاهم ما كناش لقينا ناكل. من بعدها قررت إن أنا أعمل كل حاجة أنا بحبها وبإيدي لحد ما قدرت آخد البراءة رغم عن أنف الجميع. تاخد البراءة؟ مش ملاحظ يا معالي الوزير إن الكلمة دي قللت معنى البراءة قوي. إيه يا رحيم؟ أنت مش عارف يعني ميكيافيلي؟ الغاية تبرر الوسيلة، وما دام الطريق اللي أنا خدته وصلني للنتيجة اللي أنا عايزها أبقى أنا صح. إذا كنت أنا بقى أستحق البراءة ما أستحقهاش، المهم إن أنا خدتها وناجح وبامتياز. تعال تعال خش نقعد نتكلم في العربية شوية. خش. ولا أقول لك أنت ضيفي وحبيبي، هتنازل وخليك تقعد قدام الدركسيون. خش يا راجل ما تتكسفش. ادخل. أنا اتبعت لي رقم حساب ليك في بنك طلب مني أحول عليه فلوس. حساب أنا؟ أنت عارف أنا ليا كام حساب حوالين العالم؟ بس للأسف كلهم فاضيين. علشان كده بقى عايز تملاهم؟ مش اخويا لما يبقوا بتوع الاول. جرايه يا رحيم بص لي كده ليه؟ ما كانتش دي لعبتك يا ابني. انا وجهك، لكن غيري هو اللي بيستعمل الحسابات دي ويعمل فيها تحويلات كتير لناس كتير. ومش بعيد اكون عملت لك انت رخر حساب في يوم من الايام. مش انت برضه اتسجنت في موضوع زي ده؟ ايوه بس على الاقل كنت عارف الحساب ده كان مفتوح لصالح مين.
ولا اقدر اسال. انا جيني الاوردر، افتح الحساب، اعمل التوكيل بس. وطبعا التوكيل ده كان بيتعمل منه توكيل لحد تاني. بس الظريف بقى اقول لك في الموضوع ده ايه، ان الحساب ده انا عملته من اكتر من 20 سنة. يعني اللي بعت لك ده راجل قديم قوي في الشغلانه. طب ورق الحسابات والتوكيلات دي فين؟ ورقهم ليه يا اخويا؟ وانت كنت بتدي الاوراق دي للي زيي؟ ولا كنت بفكر فيهم. يا رحيم، نصيحتي ليك رجع الفلوس اللي معاك دي. مش لو كنت اخدتهم؟ يعني انت ما خدتش الفلوس دي، يبقى كده مشوارك بقى مشوارين. المشوار الاولاني تدور على اللي خد الفلوس دي، ومشوارك التاني تدور مين اللي عايز الفلوس دي. سكتك صعبة يا رحيم، خد بالك من نفسك بجد، خد بالك من نفسك يا رحيم. ازيك يا مسلي؟ انا عارف انك اشتغلت مع رحيم السيوفي. اهي دي بدايه غلط. امال الصح ايه؟ الصح ان رحيم هو اللي كان بيشتغل معايا، مش انا اللي بشتغل معاه. ولا انت يا باشا مش عارف جاي تتكلم مع مين؟ لا انا عارف انا جاي اتكلم مع مين كويس قوي، بس حياه الامر نسيتك جوه السجن وهو بره دلوقتي. مفيش حاجه في البلد دايما يا باشا، دور بنلعبه. يعني ممكن بكره تلاقينا انا اللي بره السجن ورحيم او غيره هو اللي جوه السجن. عموما انا ما عنديش مشكله مع رحيم، بره جوه مش فارقه معايا. حلو، هو ده بقى اللي انا جاي عشانه. انا عارف ان رحيم ساعدك ان فلوسك تخرج بره البلد. ما ده اللي انت بتقوله يا باشا. ده اللي بتقوله المحكمه يا يونس بيه. انا مش جاي حق معاك، انت قضيتك قفلت خلاص، بدليل انك هنا في السجن. انا جاي لك عشان حاجه مهمه. لو اديت الفلوس لرحيم عشان يطلعها لك بره البلد، ممكن ينصب عليك يقلبك في يوم. يقدر يا باشا، بس على فكره مش هزعل. بص يا باشا، لو انت عندك 100,000 جنيه بتوعك بس لسبب ما انت مش عارف تتصرف فيهم، لا عارف تصرفهم ولا عارف تحطهم في بنك، ولا طبعا هترجعهم للي انت خدتهم منه، فجأة نط لك واحد قال لك انا ممكن اغسل لك ال100,000 جنيه دول، بس هيبقوا 60,000 بس بتوعك شرعا وقانونا، مفيش مخلوق يقدر ياخدهم منك. وهو بيديك ال60 لقيتهم بقوا 50,000، هتقول له لا انا عايز 60؟ بالعكس، هتاخده بالحضن وتبوسه كمان. فهمت. مشكلة ان البلد هي اللي مش عايزة تفهم. ماشي، احنا بنتكلم بقالنا كتير، وبعد اذنك عايز الحق الشوط التاني من ماتش ليفربول. ليفربول؟ اوعى تقول لي ما بتشوفش محمد صلاح، ده خلى اسم مصر على كل لسان، ربنا يحميه يا باشا. تقدر تروح تكمل فرجة على الماتش، انا خلصت. اللي قولي الشوط الاول خلص كام كام؟ 1-0. ماشي يا رحيم بيه، الشغل اللي سعادتك طلبته هيخلص هيخلص، بس هو المكتب مقفول اليومين دول بسبب القضية. أنا مش عايزك تركز في أي حاجة غير اللي طلبته منك وبس. هعمل لك مكتب عندي هنا في المركب جنب الحسابات، نخلص شغلنا وأساعدك تقوم مكتبك من تاني. يا سلام، طول عمرك صاحب واجب يا رحيم بيه. طول عمري بعرف أقدر، وهقدرك أكتر لو جبت لي ملف حسن رشوان. ملفه وتاريخه كله هيكون عندك خلال ايام. مركب وعلى النيل، ده ايه التظبيط ده يا باشا؟ ممكن تسكت؟ ممكن تسكت شويه وتبطل الشويتين بتوعك دول؟ ممكن تسكتوا انتوا الاثنين وتركزوا في الشغل؟ والله شغال يا باشا، ما بنامش وقريب قوي. هتتبسط وانا مستني.
بتعملي ايه عندك؟ مفيش يا ماما، باخد شاور وهخرج على طول. طيب يا حنان، مالها ريم؟ البت وشها متغير قوي، ويا اما حبسه نفسها في الحمام يا قافله على نفسها اوضه النوم. احسن تكون تعبانه ولا حاجه، ما توديها للدكتور. انا سالتها قالت انها كويسه ما فيهاش حاجه. حنان انا مش مطمن، خصوصا بعد ما جه الواد اللي اسمه زياد ده وزارها. عايزك تحط عينك عليها. ما تخافش ما تخافش، شكلك كده مش هينفع تيجي معايا الفرح، لازم تقعدي مع ريم. فرح؟ فرح مين؟ مش هتصدقي. قول مين؟ عماد وداليا. بجد؟ غريبة أوي دي. عشان كده عماد كان عايز يحبس السيد عشان ما يضرهاش بعد ما بقت في ايده. يا مسبتي، طب خلي بالك ما يعرف انك انت مقعد سيد في بيت الحلمية القديم. حنان انت هبلة؟ انت مش عارفة انت متجوزة مين ولا ايه؟ انا حايم بلعجاتي. طب انت هتروح الفرح؟ طبعا. طيب عارف انك مشغول. افضلك يا عمد. هو انا جاي من غير ميعاد صحيح، بس دي خطوه ما ينفعش ابدا اعملها غير وانت جنبي. خطوه ايه؟ اهم خطوه ممكن ياخدها الانسان في حياته، الجواز. سوري الوقت كان ضيق وملحقتش اعزم حد، بس انا رحت المطبعة بنفسي، وقفت على ايد الخطاط لما كتبها حرف في حرف. عارف طبعت كم نسخه؟ نسخه واحده بس، علشانك انت. ما مش معقول مناسبة زي دي ما يبقالهاش عندك ذكرى تفضل معاك العمر كله. اوكي هستناك. باي. حاجات ينفع تعمليها دلوقتي، بعد كده مش هينفع يضلي. مبروك حلمي. ايه ده، انا مبسوط انك جيت. كان لازم اجي. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك. فرحان لك قوي. ربنا يخليك يا حلمي، عقبال ولادك يا رب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل
فلا هادي له. وأشهد أن محمدًا رسول الله. الحمد لله الذي حلل النكاح وحرم السفاح، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك. مبروك يا مدام. انت ليه عزمت رحيم؟ انت شايفة ان ده انسب موضوع نتكلم فيه في اللحظة الحلوة دي؟ اللي انت عملته ده اهانة ليا، انا مش لعبة تغيظوا بعض بيها. دودو انت فهمت الموضوع غلط، ده واحد بيني بينه عشرة وبزنس، فعزمته عادي يعني زي ما اوكي دي غلطة وانا اسف، ما كانش صح اعمل كده. اوكي خلاص انا جاي تكشيره في لحظه زي دي. عماد لو سمحت انا تعبانه. طيب ايه رايك اسيبك شويه كده تروقي وتغيري هدومك وارجع لك؟ اوكي بعد اذنك، ما تضغطش عليا. ده لا هتبقى ليله عنب. اوكي يا روحي براحتك خالص، ده من العمر كله. فاكر ان انا مبسوط باللي حاصل ده. اذا كنت انت زعلان قيراط فانا زعلان 24 قيراط، وربنا وحده يعلم يا ابني قد ايه انا بتعذب وانا شايفك قصادي بالشكل ده. انا زعلان يا واحد بدر، زعلان قوي. عارف ليه؟ لأن انت
طول عمر الضربة بتجيلي من بره. أول مرة الضربة تجيلي من أقرب الناس ليه. ضربة القريب بتوجع قوي، وجعها ما بيروحش. بس عارف يا رحيم يا ابني، ما كانش ليها حل غير كده، ما كانش ليها حل. ساعات يا ابني بيكون لازم ندفع تمن غلطة وقع فيها اللي بنحبهم، وساعات الدنيا بيبقى لها حكم قاسي علينا ومفيش قدامنا غير اننا ننفذ واحنا راضيين. ايه يا باشا؟ احنا هنطلع على المديرية خلاص. هتقول في ايه بقى ولا كنت مزنوق في توصيله وخلاص؟ احمد باشا، سياده اللواء صادق عارف موضوع زيارتك ليونس عبد الحميد السجن. هو ايه المشكله؟ هما منعوا زياره المسجونين دلوقتي ولا ايه؟ لا قصه مشكله يا باشا، بس سيادتك عارف ان يونس عبد الحميد ده مش مسجون عادي، ده كان بينه وبين رحيم شغل كتير جدا قبل ما يتسجن، وده معناه سيادتك انك لسه شغال على قضيه رحيم. هو انتوا خلاص ما فيش غير رحيم في بالكوا بس؟ بالنا يا احمد باشا، انت ليه حاسبني في صف اللواء صادق؟ طب الباشا العظيم ما كلمنيش بنفسه ليه؟ يا باشا هو يكلمك ليه؟ وانا قاعد معاك في العربيه اهو. اه انت قاعد معايا بقى عشان تقررني وتقول له. هو عاوز يعرف ليه يونس عبد الحميد بالذات. هو ما يعرفش ان انا وصلت لاخو ممدوح ولا ايه؟ ممكن ما يكونش ربط الموضوع، هو ما عرفش انك وصلت لهم اصلا. طب وانت خالد ما قلتليش ليه انك زرت اخو ممدوح؟ والله يا احمد باشا مش كل حاجه في القضيه انت بتقولها لي يعني، واحنا شغالين مع بعض. معنى كده انك عارف بقى موضوع ال 700 مليون. هتقول لمحمود ولا ايه النظام؟ اللي سيادتك عايز نعمله هعمله. اعمل اللي انت عايزه يا باشا، اعمل اللي انت عايزه. زيارتي الاخيره للسجن دي وضحت لي حاجات كتير قوي. زي ايه سيادتك يعني؟ ان لا يونس ولا لزايو هما اللي ورا اللي بيحصل لرحيم من ساعة ما خرج من السجن. امال هيكون مين سيادتك يعني؟ واحد عنده معلومة الفلوس اللي عند رحيم، عايز ياخدها منه. الواحد ده سبقنا بمعلومة، هو اللي ادى أمر بالقبض على رحيم، فهو اللي ادى إذن بخروجه برضه. قصد سيادتك يعني إن اللي هو صادق هو اللي بيحدد رحيم عشان موضوع 700 مليون؟ للأسف مفيش غيره يا باشا. خسارة يا سيادة اللواء، خسارة. يلا انا حوست الدنيا. كلي بقى بيت. امال فين الحاجة بدر؟ ملوش نفس يفطر، خبطت عليه الصبح، بس انا دخلت له الفطار. مش عوايده يعني يفطر لوحده؟ رايح دماغك انت يا ام بسمه. وهو انا قلت حاجه؟ انا سكت اهو. هشام رحيم هو كمان مشي من بدري. ما هو ياخد حبه كده عقبال ما ينسى اللي حصل. نبي ما انا عارفه عاجبه ايه بس في اللي اسمها داليا دي. ده حتى مع صعاصه. ده انا هجيب له عروسه انما ايه، موز على ابوها بطايه كده تنسيه كل اللي حصل. عروستي ايه يا وليه؟ انت اتجننتي؟ انت فاكراها عيل صايع من اللي كانوا بيسرحوا معاكي؟ ما تفهميها يا بسمه، فهميها هي قاعده فين وبتتكلم على مين، ولو عايزه تبقى خطبه ترجع بقى الحته اللي جت منها. اصل ام بسمه اللي يقعد في القصر ده لازم يبقى قده. سديته نفسي. طب هو كمل اكلك. ايام ياما لما استماه، هو كل ما يروق عليا ترجعي تنكدي علينا؟ يا بت انا شايفه الراجل زعلان. قلت يعني ده هو اللي فاتح القصر ده وكلنا عايشين من خيره. بتعمل معاه واجب محبه، عربون يعني كده. وانت مالك؟ مالي ده ايه؟ الله، تصدقي ان انا غلطانه اصلا نزلت افطرت معاكي؟ خليكي قاعده بقى لوحدك، افطري لوحدك. افطر لوحدي، افطر لوحدي، انا هقوم بكل ده لوحدي، مش محتاجاكوا في حاجه.
ايه الخيبة السودة دي؟ انتوا على كده بقى راح عليكم حجز الاوتيل؟ مشكلة مش في حجز الاوتيل بس، مشكلة في الشغل. انا ما اقدرش اتأخر اكتر من كده على المصنع. طب ما تسافروا دلوقتي، احجزوا في اوتيل تاني. انا عن نفسي مستعد اطلع المطار زي ما انا كده دلوقتي. ايه رأيك يا دالي؟ الحقوا شوية من شهر العسل. في رسالة. في حاجة مهمة حصلت ولازم تعرفها. خير؟ الواد ده اسمه ماجد محسن. اليوم اللي دخلت فيه الدكتورة داليا الاسم في قضية المخدرات راح عمل محضر في اسم الشرطة انه موبايله اتسرق منه. طب وبعدين؟ اليوم ده هو نفس اليوم اللي اترمى فيه للدكتورة داليا الموبايل وكلمها واحد عشان يهربها من الاسم، الراجل اللي كان بيهددها على طول. ممكن يكون صدفة، مش لازم يكون تليفونه اللي اتسرق، يكون هو نفسه اللي اتبعت لداليا. ما هو مش هو. الله، انت عايز ايه يا سامي؟ انا مش فارق لك. انت لو صبرت عليا شوية. انت اتكلم يا اخي. اسمع مني المعلومة اللي هتخليك تربط كل حاجة في دماغك. الواد ده شغال فرد امن في مصنع عماد بيه. شفت بقى انها مش صدفه؟